نروح برضو لخبر حلو، خبر للكابتن احمد صديق مدرب او المدير الفني لفريق 2008. كابتن احمد صديق اصبح دلوقتي مدربا لمنتخب القاهره استعدادا لدوره طوكيو. ده خبر حلو للكابتن احمد صديق اللي ما شاء الله يعني عندنا مدرب صاعد عامل نتائج اكثر من رائعه مع فريق 2008، كمان محقق نتائج كويسه في دوري الناشئين في 2008. معانا على التليفون الكابتن احمد صديق. مساء الفل يا كابتن احمد. مساء الفل يا كابتن اسامه. اولا الف مبروك، خطوه مهمه جدا. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، متشكر جدا. يعني قول لنا بقى، يعني اشرح لنا الاستعداد لدوره طوكيو القادمه اللي بعد 4 شهور، بدات العمل ازاي؟ انتقاء اللاعبين، اللعيبه اللي هتكون معاك، احكي لنا يا كابتن احمد. والله طبعا في البدايه يعني بقول الحمد لله، طبعا خطوه كويسه بالنسبه لي، بتحط على طريق كويس. يمكن الحمد لله طبعا وجودي في النادي الاهلي عمل اسم كبير ليا في عالم التدريب. يمكن الحمد لله بقاله سنتين، لكن الحمد لله السنتين دول فني ماشي بالفرقه بشكل كويس. ان انا يتم ترشيحي لمنصب مهم بالنسبه لي كبدايه منتخب القاهره في بطوله مهمه، يمكن دي بتتعمل تقريبا كل سنه، بتتعمل في اليابان في طوكيو. الحمد لله يمكن بشكر طبعا رئيس منطقه القاهره كابتن حماده الشربيني والكابتن محمد حشيب التنفيذي والدكتور محمود موافي المدير الفني للمنطقه على الثقه دي، ونتمنى ان شاء الله احنا معانا حسن ظنهم. يمكن احنا بدانا من حوالي 3 اسابيع بالضبط او حوالي شهر يا كابتن اسامه، بدانا نعمل تجمعات للعيبه اللي هم مختارينهم المميزين كويس. يمكن حتى الاختيارات كانت يعني فيها شفافيه غير طبيعيه. يعني العمل بدا خلاص للاستعدادات. بالفعل احنا بدانا من حوالي شهر تقريبا، عملنا اكثر من تجمع كويس. كنا متواجدين اكثر من مدير فني للفرق، يمكن كنت موجود انا ومدير الفني النادي انبي ونادي المقاولين ونادي الجيش، ومعانا الكابتن الدكتور محمود موافي رئيس اللجنه الفنيه للمنطقه. شفنا كل اللعيبه، هم طبعا من خلال الدوري كانوا مختارين لعيبه، كنا بدانا بحوالي 70 لعيب تقريبا او 75 لعيب بالفعل يعني. بدانا نشوف كل الناس بشكل كويس جدا بشفافيه كبيره جدا. يمكن من الحاجات اللي كانت بسطاني يمكن انا ما كنتش بختار من لعيبتي، يعني ما ينفعش اختار من لعيبه النادي الاهلي، ونفس الكلام للمدير الفني النادي انبي او الجيش ما ينفعش اختار من لعيبته، عشان يبقى في شفافيه واضحه للناس كلها يعني. وبالفعل بدانا نصفي من 75 لعيب دول بقوا 40، بعد كده بقوا 35، واستقرينا من حوالي بالظبط من 4 ايام كده على 26 لعيب بالفعل. السفر هيبقى 26 لاعب؟ السفر تقريبا هيبقى من حوالي 20 لاعب او 16 لاعب بالظبط يعني. 16 لاعب. فاحنا دلوقتي متواجدين 26 لاعب بالفعل. هنبدا معسكر مغلق ان شاء الله من يوم الجمعه القادم باذن الله. في ماتشات وديه طبعا واحتكاك. طبعا ان شاء الله يبقى في معسكر مغلق 6 ايام كده، عشان برضه انت عارف بطوله الدوري شغاله، فبنحاول ان احنا يمكن حتى كان في اجتماع في المنطقه، بنحاول ان احنا يعني يبقى في توازن بين الدوري وبين المنتخب. كويس. مش عايزين برضه الدوري يقف ولا حاجه، لان طبعا مصلحه المنتخب ان الدوري يبقى شغال. بالفعل قعدنا في المنطقه يمكن قعدنا فتره طويله جدا لحد ما استقر لنا الدوري ماشي. هيبقى في تجمع ان شاء الله يوم الجمعه حوالي 6 ايام في معسكر مغلق مع 26 لعيب دول. انت عارف بقى محتاجين شغل كتير، من تجمعات المنتخب محتاجه ان انت تحافظ دلوقتي شغلك وتحافظه بفكرك. فده اللي هنشتغل عليه في المعسكر، وبعد كده ان شاء الله هيبقى في بقى تجمعات كده خلال الدوري، وبعد كده ان شاء الله من شهر اول 4 باذن الله هيبقى في تجمع بقى حوالي شهر يعني هيبقى في معسكرات قبل السفر مباشره، ان السفر تقريبا هيبقى ان شاء الله يوم 1/4. ابرز الفرق اللي هتكون مشاركه في دوره طوكيو دي يا كابتن صديق؟ يبقى في تقريبا منتخب البرازيل، الارجنتين، اليابان طبعا. بطوله قويه جدا يعني. طبعا طبعا طبعا، ده تقريبا بيبقى حوالي 14 فرقه او حاجه زي كده. فطبعا بطوله مهمه، يمكن كلينا السابقه قبل كده اكتر من مره وحققنا مراكز متقدمه فيها. نتمنى التوفيق ان شاء الله، تبقى خطوه كويسه ليا يا رب استفاد منها، وابقى عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن صديق، وانت ان شاء الله قدها وقدود. يا رب يا كابتن اسامه، متشكر جدا، وبقول للعيبه كلها بالتوفيق. الحمد لله برضو نحمد ربنا ان احنا عندنا عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متواجدين في المنتخب، تقريبا حوالي 12 لعيب، ودي برضو حاجه كويسه. ما شاء الله. نتمناهم التوفيق، واتمنى اللعيبه الموجوده كلهم التوفيق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن احمد صديق مدير فني في النادي الاهلي 2008، وايضا المدير الفني لمنتخب القاهره. خطوه مهمه جدا، خطوه فيها خبرات للكابتن احمد صديق. وزي ما بقول لكم النهارده دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان احنا ما بنصعدش لعيبه بس، لا برضو في مدربين واعدين صاعدين
برضه هيتحطوا على الطريق يكونوا ان شاء الله مستقبل للنادي الاهلي.